أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد عصفور بحي شبرى الخيمة غرب بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا هو اليوم الأول وبداية هذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي يقام في مسجد عصفور. أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير. من حسن الطالع أن نأتي إليكم ونحن في هذه الأيام الكريمة المباركة، أيام وليالي شهر شعبان المبارك، والكل يستعد لدخول شهر رمضان، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النيران. اليوم هو 13 من شهر شعبان، وغدا بمشيئة الله تعالى تدخل علينا ليلة النصف من شعبان. فما أجمل هذه الأيام وهذه الليالي الكريمة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان بخير وأمن وأمان وسلام. اللهم آمين. أيها الأحبة، هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن الأسابيع الثقافية التي نظمتها وتنظمها وزارة الأوقاف لتنشر من خلالها الفكر الوسطي وسماحة الدين الإسلامي الحنيف، وتنشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع، وكل ذلك يعمل على نشر الوئام والسلام والحب والتماسك والاصطفاف، ويأخذ بأيدي مجتمعنا نحو الازدهار ونحو التقدم. فحسنا تفعل وزارة الأوقاف. أكرر دوما تحية إجلال وتعظيم إلى جميع القائمين على هذا العمل الطيب المبارك في وزارة الأوقاف، وأكرر الشكر أيضا على تخير وزارة الأوقاف للموضوعات الهامة التي تهم أفراد المجتمع. موضوع اليوم يدور حول ذكر الله عز وجل وأثر ذلك في نزول السكينة والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يحضر معنا هذا اللقاء قارئا فضيلة القارئ الشيخ معوض الفشني، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ ضياء الناظر،
ومعنا من السادة العلماء الأجلاء المتحدثين معنا علمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، ومن قادة الفكر والرأي، تخرج على أيديهم العديد من طلاب العلم ومن الحاصلين على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه. معنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين السابق، وفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم، كما نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء الطيب المبارك في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يبارك في هذا الجمع الطيب الكريم. وبشارة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تنزل علينا جميعا السكينة والطمأنينة، وتحفنا الملائكة، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في من عنده. أيها الأحبة، يحضر هذا اللقاء الطيب المبارك كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الشيخ صفوت فاروق أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القليوبية، وفضيلة الشيخ ماهر سعيد عبد الفتاح، مدير إدارة أوقاف شبرا الخيمة غرب، وفضيلة الشيخ علي عبد النعيم زهران، مدير إدارة أوقاف شبرا الخيمة شرق. أيضا يحضر معنا هذا اللقاء واستقبلنا، ونقدم له الشكر على حسن التنظيم والاستقبال، فضيلة الدكتور عادل محمد شكري، إمام وخطيب مسجد عصفور. يحضر معنا جميع العاملين في هذا المسجد الطيب المبارك العامر، وجمع غفير من أهالي حي شبرا الخيمة غرب وشرق، ومن محافظة القليوبية، جاءوا ليستمعوا إلى كتاب الله عز وجل، جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء والابتهال، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم من علمائنا الأفاضل الأجلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعله خالصا لوجه الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة، اللهم آمين. أيها الأحبة، دوما نبدأ اللقاء بأحلى الذكر وبخير الكلام بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ معوض الفشني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا
دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء يداه ويقول الكافر
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الأحبة، استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ معوض الفشني، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي اليوم الأول في الأسبوع الثقافي الذي يقام هنا في رحاب مسجد عصفور بحي شبرى الخيمة غرب بمحافظة القليوبية. في هذه الليالي والأيام الكريمة المباركة من شهر شعبان المبارك الذي أوصانا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من شتى القربات في هذا الشهر الكريم المبارك، وأن نجتهد وأن نستعد لدخول شهر القرآن الكريم، شهر العتق من النيران، شهر رمضان المبارك. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الشيخ صفوة فاروق أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القليوبية. ويحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من رواد هذا المسجد العامر المبارك. ومعنا في هذا اللقاء الطيب من علمائنا الأجلاء فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين السابق، وفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق. نسعد بمشيئة الله تعالى بكلمات العلم من علمائنا الأجلاء الأفاضل، علماء الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. وموضوع اللقاء اليوم يدور حول ذكر الله عز وجل وأثر ذكر الله سبحانه وتعالى في تحقيق السكينة والطمأنينة. وصدق المولى سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأحبة، نستمع الآن إلى أولى كلمات العلم
من فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين السابق فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لي في البدء أن أتوجه بالشكر إلى معالي وزير الأوقاف الذي أحيا الحركة العلمية في مساجد مصر في مشارق مصر ومغاربها، فجزاه الله خيراً عما قدم. كما أشكر إخواني أيضاً القائمين على أمر الدعوة في محافظة القليوبية والسادة زملاء المنصة. أقول وبالله التوفيق، عرفت البشرية آلهة شتى، وقلما عرفت الإله الواحد الأحد إلا من طريق الوحي. الحمد لله في البدء أن جعلنا من أمة سيدنا رسول الله. الحمد لله في البدء أن جعلنا مسلمين. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وسوف ندرك معنى هذا النص الآن. قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا، كثير من البشر اتخذ آلهة من دون الله، فشقي كل من عبد غير الله ولم يطمئن قلبه ولا عقله ولا فكره ولا استراح جنبه حين اتخذ آلهة من دون الله. لماذا؟ لأن الآلهة التي اتخذت من دون الله إما أن تكون آلهة علوية كالشمس والقمر والنجوم والكواكب وما شاكلها، وإما أن تكون آلهة أرضية كالأوثان والأصنام وبعض الحيوانات بمثل عبادة البقر عند الطائفة الهندوسية، وإما أن تكون آلهة روحية. هذه الآلهة الروحية إما أن تكون خيرة أو شريرة بمثل ما عبدت طائفة الملائكة وعبدت طائفة الأخرى الجن من دون الله. كل هؤلاء بلا استثناء حين اتخذوا هذه الآلهة من دون الله لم يتصل بهم إلههم في يوم من الأيام، لأنه في الأصل ليس بإله ولكنه أُلِّه من دون الله، وهو في حقيقته مربوب لرب هو الله، وهو في حقيقته مألوه لإله حق هو الله جل في علاه. ولذلك حين اتخذت هذه الآلهة من دون الله لم نرى كتابا قد نزل من الشمس أو القمر أو أي نجم من النجوم أو الكواكب، ولم نرى كتابا قد جاء به الجن إلى هؤلاء أو أولئك، ولم نرى الأوثان أو الأصنام قد خاطبت عابديها أو استمعت إلى عابديها لتجيب لهم عما سألوه إياه على وجه الإطلاق. فعاشوا كما قلت يتوهمون تأليه هذه الخلائق، وما دروا أنها كلها
تخضع لأمر الله جل في علاه. حدثنا القرآن عن ذلك: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا فيما يتعلق بجملة الآلهة الوضعية. فإذا ما انتقلنا إلى ديننا الإسلامي وجدنا الحق سبحانه وتعالى قد أحدثنا عن ذاته، وحدثنا عن صفاته، وذكر لنا كثيرا من أسمائه، وبين لنا صلته بنا، ورسم لنا السبيل لنصل إليه، وأقام العلاقة بيننا وبينه في ضوء اسمه جل في علاه الرحمن، وفي ضوء اسمه الرحيم، وفي ضوء اسمه العفو، وفي ضوء اسمه الغفور، وسأبين ذلك في عجالة. الحق سبحانه لم يجعلنا كمسلمين في حيرة من أمرنا، وإنما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكانت كلمة التوحيد نقطة البدء في دعوة سيدنا رسول الله. ثم أخبرنا أنه قائم بذاته على ملكه، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بنفسه على كونه. ثم فسر لنا مظهرا من مظاهر القيام هذا حين قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ثم أخبرنا أن له أسماء تبلغ حدا في الكثرة، ذكر الكثير منها في كتاب الله، أو ذكر الكثير منها في كتاب الله، وذكر بعضها في سنة سيدنا رسول الله، وألهم بعضها من شاء الله أن يصطفيه من خلق الله، ومنها ما استأثر الله بعلمه، كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، إلى آخر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرنا الحق سبحانه أننا مطالبون ألا نكون بمعزل عن الله، لأن الله ليس ببعيد عنا، بل هو متصل بنا سواء أدركنا ذلك أم لم ندرك. والدليل على هذا أن الحق سبحانه وتعالى يذكرنا وإن كنا في بعض الأحيان ننساه، ويشكرنا وإن كنا في بعض الأحيان لا ندرك قيمة شكره. والدليل على هذا أن خير الله إلى عباده نازل، وشر العباد إلى الله صاعد، ومع ذلك لم يشأ الله أن يؤاخذنا
بما كسبت أيدينا، وإلا ما بقي منا أحد على ظهر هذه الأرض، ولكنه خاطبنا بقوله: فاذكروني أذكركم. أي مكافأة أعظم من هذه المكافأة حين تقول يا الله ولسان حالك ينطق بها جامعا في معناها أو مدلولها بين استشعار القلب وبين قناعة العقل وبين نطق اللسان؟ لماذا؟ لأن الله تعالى قال: قل ادعوا الله، فبدأ باسمه الأعظم الله، وقال في آية أخرى: ولذكر الله أكبر. قال بعض المفسرين: أي أن تنادي على الله بقولك له يا الله يا الله، أو أن تكررها الله الله، فهو من أسمى مراتب الذكر بالنسبة لله جل في علاه. والحقيقة أن الحديث عن هذا الأمر يحتاج إلى كثير من البيان، ولكني سأركز على نقاط ثلاث يقع فيها خلاف بين المشتغلين بالدعوة الإسلامية من علماء الأزهر والأوقاف، وبين طرق أخرى تنسب أو تنسب نفسها إلى أنها حملة الدعوة الحق، وهم بمعزل عن فهم كتاب الله وسنة رسول الله. النقطة الأولى أن الذكر الجماعي وارد في كتاب ربنا، الدليل عليه وارد في كتاب ربنا، وارد في سنة نبينا، وارد في عمل أصحاب سيدنا رسول الله والتابعين وتابع التابعين، وهو أفضل أنواع الذكر إذا كان بلا طبل ولا زمر ولا رقص. فإذا ما اجتمعت طائفة وجلست في مكان ما، مسكن أو مسجد أو أي مكان كان، لتذكر ربها بأي اسم من أسمائه، فنعم المجلس هذا. قال علماؤنا وهم يفسرون قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، مع أنك تقرأ الفاتحة وحدك، ولم تقل وأنت تقرأ: إياك أعبد إياك أستعين اهدني، وإنما تقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. قال أهل العلم بالله: إن هذا فيه دلالة على أن الذكر الجماعي هو من خير أنواع الذكر، هذا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سيارة، أي يطوفون في مشارق الأرض ومغاربها يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله فرحوا بهم واستبشروا وتهللوا. يسألهم الله جل في علاه: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك، إلى آخره. فيقول لهم الحق سبحانه: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة ويتعوذون بك من النار. فيقول الحق سبحانه وتعالى لهم عندما قالوا: يسألونك الجنة، هل رأوها؟ يقولون: لا. فيقول الله لهم: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لكانوا أشد لها طربا، إلى آخر الحديث. وعندما يتعوذون من النار يقول لهم: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول الحق لهم:
فكيف لو رأوها؟ يقولون لكانوا أشد لها خوفا إلى آخره. اسمعوا إلى فضل هذه المجالس لمن يقول بحرمتها. يقول الحق سبحانه وتعالى للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت له. فيقول بعض الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا ليس منهم. ده واحد قاعد كده بيتفرج، ده واحد قاعد بيتسلم، ده واحد قاعد بيشوف إيه اللي بالجماعة دول بيعملوا إيه. فيقول الله له أو لهم: هم القوم لا يشقى بهم جليس. هم القوم لا فما بالكم إذا كان الجالس على غير ذكر يكرم من أجل الذاكرين، فما بالنا بحال الذاكرين. هذه نقطة أولى. النقطة التابعة لها: معاوية رضي الله عنه وأرضاه خرج يوما إلى المسجد فوجد جمعا يذكرون الله في جماعة، فسألهم: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فسألهم عن بعض الأسئلة فأجابوا، فقال لهم: الله، يعني أستحلفكم بالله، ما خرجتم إلا لهذا؟ قالوا: الله، أي نقسم بالله، ما جلسنا هذا المجلس إلا لذكر الله. فقال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله إلا باه الله بهم ملائكته في السماء. انظروا إلى فضل حلق الذكر كما قلت. النقطة الثانية، وهي المتعلقة أيضا بإنكار الذكر في أعداد، كأن يقال: قل لا إله إلا الله كذا، أو قل أي لون من ألوان الذكر بعدد. أولا، الأعداد منصوص على كثير منها في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأئمتنا وعلماؤنا أهل لأن يبينوا هذا، سواء فيما يتعلق بالذكر لمرة واحدة أو لسبع مرات أو لإحدى عشرة مرة أو 33 مرة كما في الحديث: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، ثم تقول في تمام الماء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له يغفر لك. وكذلك من قال كذا 100 مرة على اختلاف في الروايات. إذن فالعدد مقصود في بعض الأحيان. وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصص عددا يتعلق بذكر معين، فكلنا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. النقطة الثالثة والأخيرة، وهو أن بعض الناس إذا رأى من يذكر ربه بمسبحة أو عداد مما ظهر في الآونة الأخيرة ليستعين بالمسبحة على العدد، يقولون إنها بدعة. ومنهم من يقول إنها شعيرة عند غيرنا ولا يتأتى أن تكون في ديننا. أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعوا بين أمرين: الأمر الأول أن تذكر ربك تسبيحا أو تحميدا أو أي لون من ألوان الذكر على أصابعك، وهو الأفضل. لماذا؟ لأنهما سينطقان شاهدين لك بين يدي الله، كما أنهما سيكسيان حلة من نور يوم القيامة من كثرة ذكر الله عليهما. وقد يحول الذكر بينهما وبينك وبين دخول جهنم. إذن الذكر على أصابع اليد مفضل،
ولكن هل ورد نص يقول لا تستعينوا بوسيلة تساعدكم على الذكر؟ العكس صحيح. لماذا؟ لأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع بعض الأحاديث التي نصت على الذكر معين 100 مرة جاء بحبل وعقده 100 عقدة ثم كان يذكر ربه مع كل عقدة ليتأكد في النهاية أنه قد ذكر الله كما بين رسول الله. ومنهم من كان يأتي بإناء مملوء بنوى تمر يستعين به على ذكر الله، فيضع الإناء أو يضع القفيز أو أيا كانت الفارغة عن يمينه ويأخذ ما فيها مع كل نواة تمر يذكر ربه عليها ثم يلقيها إلى الناحية الثانية، فإذا ما فرغ منها أعاد الكرة مرة ثانية ليجعل النوى عونا له على ذكر الله. فإذا ما استعنت بمسبحة أو بعداد ذكر أو ما شاكل ذلك فلا ضير ولا تبالوا بقول القائلين بالحرمة أو البدعة أو الكراهة، فما هم ببالغيه من العلم وما حالهم وحال العلم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. حفظ الله الأزهر الشريف وعلماءه وأئمته وأهل العلم فيه، وحفظ مصر وجعلها ذخرا للإسلام وعزا للمسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. زادي قليل فما أراه مبلغي، أفللزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة العطرة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف السابق، والتي حدثنا فيها عن فضل ذكر الله عز وجل وأثر ذلك في نزول السكينة والطمأنينة. وتوقف بنا سعادته وفضيلته عند نقاط 3 غاية في الأهمية. الأولى ورود الذكر الجماعي في مصادر التشريع، وقد فصل القول في ذلك. ثم النقطة الثانية جواز الاستعانة. النقطة الثانية الحكمة من العدد في الذكر، عندما يأمرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ويوصينا بأن نسبح أو أن نذكر الله دبر كل صلاة 33 مرة تسبيحا و33 مرة تحميدا و33 مرة تكبيرا، فذلك لحكمة كما استمعتم من فضيلة وسعادة العميد. النقطة الثالثة والحقيقة أنها كانت مهمة جدا، ألم أقل لكم نقدم تحية إجلال وتعظيم إلى الذين يتخيرون هذه الموضوعات في وزارة الأوقاف
لمناقشتها في هذه اللقاءات الدعوية الثقافية. النقطة الثالثة هي جواز الاستعانة بالمسبحة أو ما شبهها في ذكر الله عز وجل. وإن كان قد بين فضيلته أن الأفضل الذكر على أصابع اليد كما ورد عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه نقاط ثلاثة تحدث فيها عالمنا وعلمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف السابق. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عصفور بحي شبرا الخيمة غرب بمحافظة القليوبية، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ودوما نتوجه إلى الله بالشكر والحمد إلى أن عادت مساجدنا لتؤدي رسالتها الدعوية والخدمية والثقافية، تعمر بالصلاة وتعمر بتلاوة القرآن الكريم من خلال المقارئ العامة المنتشرة في أنحاء مساجد جمهورية مصر العربية، والمقارئ القرآنية النموذجية في المساجد الكبرى ببلادنا الحبيبة مصر، فضلا عن مجالس العلم، مجلس الفقه، مجلس الحديث، الأحاديث الدعوية التي يلقيها علماؤنا وأئمتنا عقب صلاة العصر والمغرب، الأنشطة الثقافية التي تهتم بالنشء والجيل والطفل، خدمات جليلة تقوم بها مساجدنا العامرة في هذه الآونة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مساجدنا عامرة إلى يوم القيامة. يا رب احفظ مساجدنا واحفظ علماءنا واحفظ هذا البلد الطيب، وأنزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين بل وعلى سائر بلاد العالمين. فديننا هو دين العالمية، ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين. فاللهم إنا نسألك الأمن والأمان لجميع بلاد العالمين. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم في هذا المسجد العامر، مسجد عصفور بحي شبرا الخيمة غرب بمحافظة القليوبية، حيث هذا اللقاء الدعوي الثقافي، واليوم هو اليوم الأول لهذا الأسبوع الدعوي الثقافي، ويستمر هذا الأسبوع الدعوي إلى نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى. أيها الأحبة، حول موضوع ذكر الله عز وجل وأثر ذكر الله سبحانه وتعالى في نزول الطمأنينة والسكينة، يحدثنا أيضا عالمنا وعلمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل
عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف السابق، فليتفضل. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك. وما أجمل هذه اللقاءات وما أطيبها، ولذلك شكرنا موصول لوزارة الأوقاف ممثلة في وزيرها الهمام فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والذي عاد للمساجد روحها، وشكرا للقائمين على تنفيذ هذه اللقاءات في مديرية أوقاف القليوبية، وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود، وشكر الله لكل المشاركين في هذا التنفيذ، وأشكر لأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، ولو بقي يحدثنا ساعات طوالا ما أصابنا كلل ولا ملل، فما أجمل وما أكمل أن يكون الداعية فقيها والفقيه داعية. وشكرا لأخي فضيلة الدكتور أحمد القاضي، هذا المذيع المتألق بكلماته الرائقة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص بالقول والعمل. أما عن موضوع اللقاء، ذكر الله تبارك وتعالى وأثره في السكينة في القلوب، ولعل هذا العنوان مستمد من قول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحقيقة ماذا عساني أن أتكلم أو أقول وأنا بين هذه الكوكبة الرائعة من الدعاة العلماء، وفمي كما يقولون وفمي يفتش عن فمي، فإذا الكلام حجارة وتراب، وكما يقول المثل العامي المصري، واسمحوا لي أن أقوله بلفظه، مش هنبيع المية في حارة السقايين. ولكن إرادة الله تبارك وتعالى شاءت أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة. هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هل بينها وبين الآية الأخرى في مطالع سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هل بين الآيتين تعارض؟ بعض أنصاف المتعلمين أو بعض المتلصصين المتصيدين يقولون إن بين آيات القرآن الكريم تعارضا أو اختلافا، وكذبوا، لأن الله جل وعلا قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما كان القرآن الكريم مشتملا على اختلاف،
والمتدبر فيه بعلم وبضوابط التدبر وبضوابط النظر يدرك هذا جيدا. الحقيقة أنه لا اختلاف بين الآيتين ولا تناقض ولا تعارض إطلاقا. فآية سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤمنون الذين يذكرون الله تبارك وتعالى ويكون في قلوبهم أمر الآخرة وأنهم إلى الله عائدون وأنهم إلى الله راجعون وأن هناك موتا وبعد الموت بعثا ونشرا وميزانا سوف ينصب وحسابا وجنة ونارا وموقفا عظيما وأهوالا جساما. حينما يذكر الله تبارك وتعالى وفي قلب هذه المعاني يحدث له الوجل والخوف والاضطراب والانزعاج فيصحح مساره إن كان قد بدا بالنسبة له في مساره إلى الله تبارك وتعالى خطأ. وأما في آية الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. حينما يذكرون الله تبارك وتعالى وفي قلوبهم أن هناك جنة تنتظرهم وأن هناك رفقة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن هناك هداية من الله تبارك وتعالى وأن هناك يعني يستشعر المؤمن كل خير من الله تبارك وتعالى فيطمئن قلبه، إذا لا تعارض بين الآيتين على الإطلاق. حتى الأول حينما يصيب قلبه ما يصيبه من الوجل ومن الخوف والانزعاج، إذا ما وصل إلى الحقيقة اطمأن قلبه. إذا لا تعارض بين الآيتين على الإطلاق. أحبابي الكرام، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة كما هو معلوم لمهمتين رئيستين. المهمة الأولى مهمة العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمهمة الثانية مهمة عمارة الكون والضرب في الأرض والأخذ بأسباب الحياة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة والذي جعلكم خلائف الأرض وخلائف في الأرض. وليتحقق من الإنسان أمر هاتين المهمتين، الله تبارك وتعالى أمد الإنسان بأسباب تحقيق هاتين المهمتين. فبالنسبة لعمارة الكون سخر له الكون كله بما فيه، وهو رهن إشارة الإنسان بتسخير الله جل وعلا له. ولذلك كان الإنسان بحق سيد المخلوقات. ولذلك أسجد الله تبارك وتعالى له ملائكته. وما كان للإنسان، وهذا ما حدثنا عنه أستاذنا في بداية الحديث عن أمر العقيدة، وما كان للإنسان العاقل أن يتخذ غير الله وليا أو أن يتخذ غير الله ربا، لأنه هو الذي خلقه ورزقه وهداه السبل وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة منذ أن كان في المهد صبيا، بل منذ أن كان جنينا في بطن أمه. ونعم الله على الإنسان لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تحصر أو تستقصى. فمن الحماقة أن يعبد الإنسان غير الله تبارك وتعالى. وقد علمنا أساتذتنا وشيوخنا أن الأدنى مرتبة في هذا الكون يكون خادما لمن هو أعلى أو لما هو أعلى مرتبة. فالجماد خادم مسخر للنبات،
والجماد والنبات مسخران للحيوان والبهائم، والكل مسخر للإنسان وخادم له. أما أنت أيها الإنسان، لمن سخرت؟ ولمن تذل رقبتك؟ ولمن تخضع؟ هل تخضع لمخلوق سخره الله جل وعلا لك؟ ولذلك كانت الوثنية كلها بكل أنواعها وبشتى صورها قلبا للحقائق وعكسا للأمور. أنت أيها الإنسان المكرم الذي كرمك الله جل وعلا بالنور الإلهي الذي يسري بين ضلوعك، بهذا النور، بنفخة الروح الذي هي نور الله تبارك وتعالى، قذفه فيك ونفخه جل وعلا فيك وأسجد لك ملائكته بسبب ذلك. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين بعد النفخ، فقعوا له ساجدين. عجبا لإنسان كرمه الله تبارك وتعالى بما كرمه، يسجد لبقرة أو يسجد لشمس أو يسجد لقمر أو يسجد حتى لمخلوق مثله، لعبد مثله، لإنسان مثله، أو أن يخلق أو أن يسجد لملك أو لجن أو ما إلى ذلك، وكل هؤلاء مخلوقات الله تبارك وتعالى، فأنت عبد لله وحده. ومن هنا أيها الأحباب الكرام يأخذنا الحديث إلى مفهوم العبادة. من الخطأ أن يختزل مفهوم العبادة في مجرد إقامة الأركان الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا وكذا وكذا. مفهوم العبادة إذا اختزل في هذه الصورة فقط أو في هذا المجال فقط كان ظلما لمفهومها، وكان تضييقا لواسع. مفهوم العبادة أوسع من ذلك بكثير. ومن هنا كان من فضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها تميزت، كما قال علماؤنا وكما أقرأنا في كتب أسلافنا الكرام الأجلاء، أنها تميزت بأنها أمة النية. وكان علماؤنا وسادتنا يقولون الأمة المحمدية أمة النية، يشاركك بنو البشر جميعا، بنو آدم جميعا يشاركونك في الطعام وفي الشراب وفي الملبس وفي الضرب في الأرض وفي التناكح وفي التناسل وفي التزاوج وفي صعود القمر وفي. ولكن الفرق بينك وبينهم أنك في كل حركاتك وفي كل أقوالك وأفعالك وسائر تصرفاتك بنية، تكون حياتك كلها قربة لله. ولذلك صدق رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه حين قال الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وكلكم يحفظ، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، ودلالتك الرجل في أرض الضلال، في أرض التيه يعني، حينما يسأل عن طريق صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. ألسنا نحفظ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذن كل حركاتك وكل تصرفاتك وكل أفعالك وكل أقوالك إذا كانت مرتبطة بنية القرب لله تبارك وتعالى وبنية استحضار
معنى قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياتك كلها حينما تكون لله، حتى في كلامك، حتى في صمتك، حتى في حركتك، حتى في كذا، حتى في كذا، ولكن استحضر نية القرب من الله تبارك وتعالى أو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، تكون ساعتها قد تلبست بعبادة هي من أجل العبادات وأفضلها، هي عبادة الذكر القلبي، لأن الذكر ذكر باللسان وذكر بالجنان. وذكر اللسان وردت فيه الأحاديث والآيات القرآنية من قبلها وافرة جدا في القرآن الكريم، أكثر من 260 آية تحدثنا عن ذكر الله تبارك وتعالى بشتى صورها وبشتى مجالاتها، مجالات الذكر يعني، ستة بشتى مجالات الذكر وأنواعه وكذا وكذا وكذا، وكذلك الحديث النبوي الشريف. ويكفي أن لسانك حينما يذكر الله تبارك وتعالى بأي طريقة تيسرت لك هو رطب، ويذكر لسانك قلبك، ويعين لسانك قلبك على أن تستحضر عظمة الله تبارك وتعالى في قلبك. ولا ينبغي على إنسان مسلم، ولا يجوز لإنسان مسلم مؤمن تقي نقي، أن يغيب الله عن قلبه لحظة. وهذا في ظني معنى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومعنى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك كانت السنة النبوية المطهرة معنا في كل حياتنا وفي كل أحوالنا، وعلمتنا كيف نذكر الله تبارك وتعالى على مدار اليوم والليلة، علمتنا حينما نأكل كيف نذكر الله، وحينما نشرب، وحينما نبدأ، وحينما ننتهي من الطعام أو من الشراب. بل إن السنة النبوية المطهرة لم تفارقك وأنت على فراش الحلال مع أهلك، حتى في هذا الموقف الذي يعني قد يعني يكون الإنسان فيه في جو آخر، وكما يقولون في مكان آخر وفي تفكير آخر، تكون معك سنة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، حتى وأنت داخل الحمام لقضاء الحاجة، حتى في هذا المجال وحتى في هذا المجال. وهذا مما لفت نظر يهودي، واستوقف سيدنا سلمان رضي الله عنه وقال له، والحديث في صحيح مسلم: يا سلمان، لقد علمكم نبيكم كل شيء. يقول هذا الكلام مستسخرا آزئا، لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة بالكسر أو حتى الخراءة بالفتح، يعني حتى قضاء الحاجة علمكم نبيكم كيف تقضون حاجتكم، يعني كيف تدخلون الخلاء أو كيف تدخلون الحمام لقضاء الحاجة. فقال له سيدنا سلمان: نعم، علمنا ألا نستنجي باليمين، وألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها،
وألا نستجمر بروث أو عظم. وفي الحديث فقه كثير، يعني حضراتكم تعلمونه جيدا، لكن الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا يعلمنا ذكر الله تبارك وتعالى في كل أحوالنا وفي سائر تصرفاتنا. إنه الذكر، إنه ذكر الله تبارك وتعالى الذي لا ينبغي أن يغيب عنا، لا عن ألسنتنا ولا عن قلوبنا. فبذكر الله تحيا القلوب، وذكر الله تبارك وتعالى سبيل الفلاح، وذكر الله تبارك وتعالى طريقنا إلى الجنة، وذكر الله تبارك وتعالى طريقنا إلى طمأنة قلوبنا، وذكر الله تبارك وتعالى فيه ترسم لخطى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وترسم لخطى الصحب الكرام، وترسم لخطى الصالحين. وقد أشار أستاذنا بارك الله فيه على نقاط غاية في الأهمية، وهي لقاط الاجتماع. يا أخي الحبيب، رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما أحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، ولعل حضراتكم يصحح لي: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر. وأنتم الآن في بيوت الله تبارك وتعالى تتحلقون بعضكم بعضا، كما كان الصحب الكرام يتحلقون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، يلتفون حوله صلى الله عليه وسلم كما تلتف النجوم الزواهر بالبدر ليلة تمامه. وكذلك الحال في المدينة المنورة، كانوا يلتفون حوله صلوات ربي وسلامه عليه، يقرئهم القرآن ويعلمهم أمور دينهم ويشرح لهم شريعتهم، يستقون منه النور ويستقون منه الهداية والرشاد، وهو واحد منهم يتلو عليهم آيات الذكر الحكيم فينفعلون لها ويستجيبون لها ويلبون نداءات الإيمان فيها. وتلبية نداءات الإيمان في قلب الذكر حينما يسمعون يا أيها الذين آمنوا فيقولون بلسان حالهم لبيك اللهم لبيك، حينما يسمعون يا أيها الذين آمنوا. ولذلك جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقال له: اعهد إلي يا ابن مسعود، أعطني عهدا أكن لك وفيا فيه. قال له: إذا قرأت أو إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك، فإنما بعدها إما أمر يأمرك الله جل وعلا به أو نهي ينهاك الله جل وعلا عنه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعاتنا هذه كلها في موازين حسناتنا، وأن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينصر على بلادنا الأمن والأمان والسلم والسلام، وعلى سائر بلاد المسلمين وعلى سائر بلاد العالمين، وأن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يبلغنا وإياكم رمضان إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجل وسلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، علمتنا فضل الذكر وأمرتنا بذكر الله عز وجل،
نسأل الله تعالى أن يعطر دوما ألسنتنا بذكر الله، وأن يجعل قلوبنا عامرة بذكر الله عز وجل. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف السابق، والتي حدثنا فيها عن فضل ذكر الله أيضا وأثر ذلك في نزول السكينة والطمأنينة. ثم أخذ يطوف بنا حول مفهوم العبادة، وألا تختزل في شيء واحد. ثم تحدث سعادته وفضيلته حول أنواع الذكر، الذكر باللسان والذكر بالقلب، وضرب الأمثلة في السنة النبوية الشريفة، وذكرنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا دوما من الذاكرين المسبحين الحامدين الشاكرين، اللهم آمين. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عصفور بحي شبرا الخيمة غرب بمحافظة القليوبية، ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونحن اليوم في اليوم الأول لهذا الأسبوع الدعوي الثقافي. أيها الأحبة، نصل الآن إلى مسك الختام، نصل إلى الدعاء. عشنا مع الذكر من علمائنا الأجلاء الأفاضل، ونأتي إلى الدعاء. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ويبشرنا صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه الليالي المباركة، ليالي شهر شعبان، وغدا ليلة الطردية، ليلة النصف من شعبان، التي استجاب فيها المولى سبحانه وتعالى لدعاء حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كانت نفس الحبيب المصطفى تتوق إلى أن تكون القبلة في الصلاة إلى بيت الله الحرام. أكثر حبيبكم المصطفى من الدعاء، فنزل قول الله عز وجل ترضية لحبيبنا المصطفى وجبرا لخاطره. نسأل الله أن يجبر قواطرنا جميعا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذه الليالي المباركة الدعاء فيها مستحب، كما ورد عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأوصانا حبيبنا أن نكثر من شتى الطاعات في شهر شعبان المبارك. أحباب المصطفى، يقول الحبيب المصطفى: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا، وفي رواية صفرا خائبتين. أليس هو القائل: ادعوني
أستجب لكم. فهيا بنا مع الدعاء والابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ ضياء الناظر، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أستغفر الله العظيم. حياء من الله العظيم. من كل ذنب صغير أو بقصد وبغير قصد وأتوب إليه توبة من أقر فقبلته وندم فغفوت عنه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلى للإحسان أهل وفي مرضاتك الفرج القريب. لا يغيب وأرجوه وأرجو رجاء لا يخيب وهن وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن بذكره القلوب. وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن بذكره القلوب. هو الرحمن هو الرحمن هو الرحمن حولي.
ورحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أنيب فعملنا فأنت لسؤلنا نعم المجيب فعملنا بجودك وفعلنا فأنت لسؤلنا بجودك عفو عنا فأنت لسؤلنا نعم المجيب لذيك يا أرض الحجاز حبيب صلوا عليه لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض أحمد في السماء محمد في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تبارك وتعالى في مثل هذه الإشراقات الإيمانية النورانية فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا رب فيك تجلي من العلالي يا رضا يلي فيك تجلي من العلالي نازل تملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا جد نور صلوا عليه وانا بزوره. يا جد نور وانا بزوره بريح فؤادي وزاد سروره لما كنت بزوره. يا جد نور فرح فؤادي وزاد سروره وانا امام الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه سيدي جميل صلوا عليه. له جبين سيدي جميل له جبين يفوق شمسا يفوق نجما. بالمناسبة الكلام ده قال فيه أحد الصالحين أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تظله غمامة أينما ذهب ذهبت فوقه. قالوا أن هذه الغمامة كانت تظله من حر الشمس. هذا الولي التقي رحمه الله قال إن الله تبارك وتعالى وضع الغمامة على رأس سيدنا محمد رحمة بالشمس من أن تحرق من شدة أنواره. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. لأن الله تبارك وتعالى قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والشمس جزء من العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله سيدي جميل له جبين يفوق نجما يفوق شمسا. سيدي جميل له جبين يفوق شمسا والشمس جزء من نور محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله في بقعة من بقاع الأرض طاهرة زكت جبالا وصحراء ووديانا. في بقعة من بقاع الأرض طاهرة زكت جبالا وصحراء ووديانا. بنى الخليل عليك البيت هاتفة فيه الملائكة بسم الله مولانا. في ظله سيدا
التي أنجبت نجما فأنجبت خير خلق الله إنسانا. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. كل عام أنتم جميعا بخير. صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ ضياء الناظر، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من رحاب مسجد عصفور بحي شبرا الخيمة غرب بمحافظة القليوبية. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ معوض الفشني، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ ضياء الناظر، ومن علمائنا الأفاضل السادة المتحدثين فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف السابق، وفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف السابق. وحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، تقدمهم فضيلة الشيخ صفوت فاروق أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القليوبية، وفضيلة الشيخ ماهر سعيد عبد الفتاح، مدير إدارة أوقاف شبرا الخيمة غرب، وفضيلة الشيخ علي عبد النعيم زهران، مدير إدارة أوقاف شبرا الخيمة شرق، وجميع العاملين بمسجد عصفور بحي شبرا الخيمة غرب بمحافظة القليوبية. وحضر معنا واستقبلنا، ونقدم له التحية على حسن هذا التنظيم، فضيلة الدكتور عادل محمد شكري، إمام وخطيب مسجد عصفور. أيها الأحبة، غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء في هذا المسجد العامر، مسجد عصفور بحي شبرا الخيمة غرب بمحافظة القليوبية، ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، إلى أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى، أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.